ميكي مواسي حامل الشعلات. في كأس إفريقيا هيشارك منتخب مالاوي في البطولة القارية للمرة الثالثة بس في تاريخه. فريق الشعلات رجع لكأس إفريقيا بعد غياب 11 سنة بفضل مدربه الوطني ميكي مواسي. رغم أن مواسي كان مدرب مؤقت في 2019 بعد الاستغناء عن البلجيكي فان جيني جين، إلا أن مستوى فريق الشعلات في كاس كوسافا أجبر الاتحاد المحلي أنه يعمل له عقد لحد 2023. ودعت ملاوي كاس كوسافا بصعوبة في دور الثمانية قدام زامبيا بركلات الترجيح، ودي البطولة اللي خلت المنتخب يثق في مواسي اللي قدر فعلا يرجع ملاوي لكأس إفريقيا. ملاوي اضطرت تدور على مدرب محلي لأن الحكومة ما بتوفرش فلوس مدرب المنتخب بحجة ارتفاع مرتبه زي ما كان مع فان جيني جين. وبعد ما مواسي درب منتخب الشباب والأولمبي في ملاوي، جه الوقت اللي ياخد فيه فرصته مع المنتخب الأول، وقدر يقهر أوغندا بهدف في آخر جولة من التصفيات عشان يتأهل مع بوركينا فاسو للبطولة القارية. مواسي حاول يصنع المستحيل في تصفيات كأس العالم 2022، لكن القرعة ما رحمتوش لما وقعته مع الكاميرون وكوت ديفوار وموزمبيق. احتل المركز الأخير وبقى كل تركيزه في كأس إفريقيا اللي هيحاول فيها التأهل للدور الثاني لأول مرة في تاريخ ملاوي. وفي وجود فرصة للتوالد للتأهل لدور 16، ممكن ملاوي تعملها في كأس إفريقيا اللي جاية. فريق الشعلات هيلعب في مجموعة بتضم السنغال وغينيا وزيمبابوي.